اكبر الامبراطوريات في غرب افريقيا، اللي هي امبراطوريه غانا وامبراطوريه السونغاي وامبراطوريه مالي. فدوله كهذه القمه لن يسمح الشعب مدعوما بالجيش ان يكون ان تكون فيها التلاعب على ايدي حله او نخبه مهما كان قيمتهم. يعني لذلك عفوا دكتور ابراهيم، ما هو مظهر هذا التلاعب؟ الرئيس امادو توري كان قد انهى فترته الثانيه، وكانت هناك انتخابات يدلي فيها الشعب بصوته. هل ترى ان هناك تزويرا مثلا كان يشوب هذه الانتخابات، ام انها كانت انتخابات صحيحه؟ نعم يا حضره الدكتور، انا اعطيك ساعطيك اجابه وافيه حول هذا الموضوع. فيما يتعلق بالانقلاب، كان شرا لا بد منه، وذلك لان هناك عده اسباب أذكر لك سببين، مباشرة وغير مباشرة للانقلاب. أما الأسباب غير مباشرة فهي ما كانت عليه الدولة من فساد إداري وسياسي واجتماعي وأخلاقي وديني، والرشاوة وحل وجد هناك بأن هناك مخططات، تخطيط من ناحية الحكومة السابقة بزعامة الرئيس السابق المخلوع أحمد توماني توري، كأنه كان يخطط لإيجاد شخصية أخرى قد يكون غير مرغوبا عند الشعب حسب زعم الانقلابيين. يعني من هي هذه الشخصية؟ يعني حسب زعم الانقلابيين بأنهم حصلوا على بعض الأوراق المزورة في القصر الرئاسي، وحصلوا على بعض المعلومات مما يفيد بأن كان هناك مخطط لإيجاد رئيس الوزراء السابق. حسب ما قاله المحلل. من هو هذا رئيس الوزراء السابق؟ مودبو سيبي. نعم. فلذلك هذا يوحي، هذا السبب الغير مباشر. يعني كما قلت لك سابقا، السبب غير مباشر، الدولة كانت على هاوية الانهيار. يعني إذا الانقلاب قام كما يقول الانقلابيون، أن الرئيس أمادو أو أحمد توماني توري كان يخطط لاستخلاف رئيس الوزراء السابق مكانه، وبالتالي أنت ترى أن الانتخابات، أو حسب هذا التصريح من الانقلابيين، فإن الانتخابات كانت ستسير على نحو غير صحيح، كان سيشوف هو التزوير. نعم. يعني سواء كانت رئيس الوزراء السابق أو أي شخصية، لكن كان على هوى الرئيس السابق. نعم. لذلك هذا سبب غير مباشر. وايضا كما قلت لك، ما اشرت اليك سابقا، الفساد الاداري والفساد السياسي والرشاوه الموجوده، حتى وصل الرشاوه الى النخب العسكريه. فهذه اسباب غير مباشره. والان والدوله مما خلقت تازما في الشمال، وذلك بادخال ترسانه عسكريه منكسره في ليبيا الى شمال البلاد. هذه الترسانة التي دخلت إلى البلاد كانت متواطئة، كأنه حسب ما زعم الانقلابيين، متواطئة مع الرئيس السابق. لأنه سهل لهم الطريق للدخول، لأنهم كانوا ثلاث أربع مجموعات، فالمجموعة ثلاث المجموعات جاءوا حتى وصلوا إلى القصر الرئاسي واتفقوا مع رئيس أمل توماري توري. هؤلاء المسلحون ما هويتهم؟ يعني الى اي الاعراق ينتمون، او الى اي الجماعات ينتمون؟ نعم، هؤلاء المسلحون يقال بانهم ينتمون الى 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 قبيله الطوارق المنتشره في الصحراء الكبرى. نعم. موريتانيا والجزائر ومالي والنيجر وبوركينا والليبيا. نعم. فقبيله الطوارق معروفون بالترحال عبر المدن، عبر الصحراء. فلم يعرف في التاريخ بأن هناك يعني قبيلة أو أزواد، لم يعرف في تاريخ مالي أصلا بأن هناك أزواد أو قبيلة يسمى بأزواد، كان لهم يعني دولة في هذه المنطقة. لكن كأن هذه الحملة أو تلك السلاح التي حصلوا عليه بعد انكسار نظام القذافي في ليبيا، جعلتهم يراودون الحصول على مكاسب السياسية في دولة ما في المنطقة. فلم يجدوا أمامهم إلا مالي، وذلك حسب الحالة المنهارة في الدولة سياسيا وعسكريا واجتماعيا. فكان من اللازم يعني على الجيش أن يقاوم، لكن بأمرة قائد محنك. لكن أين القائد؟ إذا كان القائد
يتهم بأنه متواطع مع هؤلاء المسلحين الذين كانوا مع القذافي. لذلك الجيش رأى بأنهم هم يقاتلون قتالا هذا الحرب لن يستطيعوا أن ينجحوا فيه لأنهم يعني منكسرون تماما قمة وقائدة ودعما. والشعب أيضا غاضب، الشارع أيضا يعني مروي ومهلوث، فمما أربك زوبعة سياسية واجتماعية. فأمسك الضباط واحدة من ضباط الصف زمام المبادرة على حسب طريقتهم، فقاموا بالانقلاب، فكان ذلك السبب المباشر. نعم. إذن النقيب سانوغو قام بهذا الانقلاب بعد أن دخلت جماعات مسلحة بالفعل إلى شمال البلاد، وهذا الدخول كان باتفاق مع القيادة السياسية السابقة. السؤال هنا، ولماذا تتفق القيادة السياسية السابقة مع جماعات مسلحة على الدخول إلى البلاد؟ إن هذا سيربك البلاد وسيخل بالنظام وسيوقعها في العديد من المآزق. ما هو السبب في أن يتآمر نظام ضد بلده؟ هكذا عبر الانقلابيون عن وجهة نظرهم. فأنت كما قلت لك، أنت أمام شيء، أنت أمام واقع. هذا الواقع هي يعني كأن المحسوبية والوساطة والرشاوة الموجودة في الجيش، كأن هناك جيش، هذا الجيش النخبة الجنرالات الموجودة في هذا الجيش كأنهم يعني كل واحد يرى مصلحته الخاصة فوق المصلحة الأولى للدولة حسب زعم العسكريين. يعني تعتقد أن الفساد الذي كان منتشرا في الجيش هو الذي أدى إلى دخول هذه الجماعات المسلحة، أو الذي سهل لها مهمة الدخول. نعم. وكذلك أيضا تعاتي الرئيس السابق مع النظام القذافي، لأن لما انكسر النظام القذافي فهؤلاء الجماعات المسلحة يعني وجهوا إلى مالي، فكان من اللازم أن يوقفهم القيادة السياسية. يعني واحد يأتي إليك، أنت أمام مجموعة مسلحة متمردة يأتي إليك بالسلاح، فأنت لا أصلا يعني لوجستيا يعني عرفيا لا ينبغي أبدا أن تسمع لأي أحد يدخل في حدودك وهو معه ترسانة من الأسلحة والعتاد العسكري يعني التي يفوق قدرتك. وكذلك أيضا إذا عرف بأن مالي كان أقوى دولة بعد الجزائر في عام 1995 عسكريا في المنطقة، منطقة غرب إفريقيا، نعم. فكيف يتعتى لمالي يعني أن تقابل مجموعة متمردة جزيل الشكر الدكتور إبراهيم محمد كيبيه من مالي، الباحث في شؤون العقيدة الإسلامية، والشكر موصول لكم دائما مشاهدي قناة المجد، وحتى نلتقي الأسبوع المقبل إن شاء الله. وقبل هذا الموعد بنحو الساعة أرجو أن تتقبلوا تحية فريق العمل في ملفات